يا هجوسي ابدع القاف وابدع بالثمين، ابدع بقافي علشان يضبط حالها بالفرايد والمعاني وبالقاف السمين، اكتبيها وارسليها على مرسالها. يا هجوسي ابدع القاف وابدع بالثمين، ابدع بقافي علشان يضبط حالها بالفرايد والمعاني وبالقاف السمين، اكتبيها وارسليها على مرسالها. يا هجوسي ابدع القاف وابدع بالثمين، ابدع بقافي علشان يضبط حالها بالفرايد والمعاني وبالقاف السمين، اكتبيها وارسليها على مرسالها. مرحبا بالليل ومرحبا بالحاضرين، مرحبا باسم ام فلاح وباسم اولادها، مرحبا بالليل ومرحبا بالغانمين في مقام اهل الوفا والوفا مدهالها. عند ام فلاح تلاقي الكرم للطيبين، طيبة بسلومها طيبة بافعالها، عند ام فلاح تلاقي الوفا للوافيين، عندها تلقى علوم تجمل شانها. يا ابراهيم يا ابراهيم الكفو والتحية باليمين، دايما تلقى اخوانك على دنيا ودين، طم حزامك بالليالي وفي مقبلها، تفلح وعايض على طيب وهم زين بزين، انتوا اللي تكرمون العرب ورجالها. يا بنات يا بنات شريت اليوم ما منكم مكين، كاسبات الطيب وعالي مقدارها، ابو مفلح عسى قبره بخير مبين، يرزق ربي بجنه يسير ظلالها. يا المفلح يا المفلح عساكم سالمين، انتوا اللي ماخذين المواقف كلها، همكم في سلم ولا على قشر السنين، تحسمون الدار بالسيف وتعزونها. يرد الاتصال على جوال 0501 3468 66.